خد يا واد يا شمال شويه الشاي دول اشربهم الهي يكونوا اخر شويه شاي ينزلوا بطنك. ليه كده يا حاجه؟ انت بتسيحيلي؟ ايوه علشان انت هتفضحنا في الحته اللي طول عمرنا رافعين راسنا فيها. الله، وانا عملت ايه لكل ده؟ ما انت عارف، انت بتكذب على نفسك ولا ايه يا راجل؟ حرام عليك، اذا كنت مش قادر تربي عيالك بالحلال سيبهم لي وانا هربيهم بمعرفتي. بقى يا بنوره تكسر الازاز للناس عشان تغيره؟ خلاص يا حاجه، حقك عليا، مش هعمل كده تاني، اخر مره. اذا كنت مش عارف تعيش بالحلال هنا شوف لك حته تانيه. ولا اقول لك انا فكره كويسه، ايه رايك تشتغل تاجر محضرات؟ ايوه، تجيب ايه، قرشين حشيش ولا تلاتة كده وتقطعهم حتت صغيرة وتبيعه، هتكسب كويس قوي. يا نهار أزرق، مخدرات إيه وحشيش إيه؟ لا يا حاجة، أنا عمري ما أعمل كده أبداً، صدقيني دي كانت مرة وخلاص وراحت. آه، عايز تبقى شمال بس مش عارف. أقسم بالله عمري ما فكرت في كده. خلاص أنت ما تفكرش، أنا أفكر لك. أنت بقى إيه، تتلم على شوية مقاطيع وتروحوا تسرقوا بنك، ما هو البنوك مليانة فلوس. يا حاجة دي كانت وزة شيطان وخلاص، الحمد لله فوق. أبوس إيدك يا حاجة، سامحيني سامحيني. خلاص، بس عارف لو سمعت صوت إزاز بيكسر في الحتة أنا هكون أول واحدة تعترف عليك. واحمد ربنا بقى إن الراجل سكت وما اتكلمش. الحمد لله الحمد لله. أدي الإزاز اتكسر عشان أنت ظالم ومفتري، وربنا عمره ما هيفرجها عليك يا ابن زنوب. اشرب يا اخويا الشاي. شاي ايه بقى؟ استغفر الله العظيم يا رب. ابي ده محمد رسول الله. حلوه دي ماسكه على صبحي. قبل الاصلي بشمتين. كوبي يعني؟ قبل الكوبي بحتتين. مش انت يا جابر اللي اضحك عليك؟ طب ما تديني حته كوبي من اللي عندك. غالي عليك يا كابر، سامحني يا سيدي. الغالي يرخصلي، وبعدين جربنا، انا ما بعزش عليك حاجه. والله ما بتطلع غير للغالي. اتفضل. صادق. كوبي كوبي على ابوها. مناخيرك بتف. طب دي هتحسبها لي بكام بقى؟ بره ب 80 وب 90 جنيه عشان خاطرك انت ب 50 بس. بقول لك يا صبيح، انا هاخد الاثنين شاكب راكب كده ب70 جنيه. ماشي يا عم. ما فين الباقي؟ حاضر، خد. ايه ده؟ ده لو مؤاخذه توديني الجماعه عندك في البيت، ده كارت الحاجه شربات. وتطلع مين بقى بسلامتها، الشيخه شربات ولا الحاجه شربات دي؟ لا اله الا الله، انت زي ما تعرفهاش دي متصيطه، الله اكبر عليها. الحاجه شربات ديت ترجع الحبيب لحبيبه، ومؤاخذة في الكلمة بتفك المرموط. وترد المطلقة مرفوعة الراس بعون الله. الخلفة ليها في الخلفة؟ هو أنا في الرغي اللي قلت ده كله ما قلتش الخلفة؟ ما قلتش. دي بتلعب بالخلفة لعب. بركاتك. طب ودي سكتها ايه؟ عيب، ده انت تقعد معزز مكرم وهي تجيلك لغاية البيت دليفري. لا دليفري ايه؟ واحد الله في قلبك، أنا عايز الموضوع ده يفضل سر، مش عايز الجماعة في البيت يشموا بيه خبر. فهمت، خلاص على الهدى. يمكن كده ماشي. أنا هسيبك بقى وأخش أصلي العشاء. على العشاء اتدنت؟ سلامة السمع، ده أنت عارف وش الجامع يا صبيح. معلش الدنيا واخداني. ده الشر عليك. الباقي يا صبيح. حاضر، والله معيش فد. يبقى لك عندي 20 جنيه. 30 30 يا صبيح، إلا أنا في موضوع الفلوس ده تحديدا. أنا قلت لك الدنيا واخداني، معلش. لا بعد الشر. سامحني. إيه؟ هو عرق العفريت ما عملش حاجة؟ ولا أعرف. طيب أنت ابن حلال مصاب. طيب رجلك لسه جاية لي. مش طلعش غير الحبيب، جرب دي. ودي إيه دي بقى؟ دي العفريت نفسه؟ هاتي ده عيني. بجد؟ عيني. روح يا شيخ، إلهي ربنا يبارك لك. آمين. بقولك يا صبيح، ما تقوم كده شد حيلك وتعالى نصلي العشاء جماعه، اهو تاخد الثواب. انا بصلي جنب الفرش بعيد عنك، عندي الفقره الاولى والتاسعه مبهدليني واخدين ظهري كله. لا الف سلامه عليك يا صبح. هما مش كانوا التالته والسبعه؟ ما هما بيتنططوا في ظهري ولا القرود بقى.
الف بعد الشر عليك. الله يبارك لك يا غالي. اسيبك انا. شوف شو وحش حبيبي. سمح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالية. يا ست الستات الجلابية هتاكل منك حتة. جلابية ست الستات تعكسيني قدام الجامع كده في الحتة يا اختي. طب أنا بقى عكسك في أي حتة وفي أي مكان وفي أي وقت. إلا قولي أخبار الشغل إيه؟ هي أرزاق موزعة اللي خلقنا الحمد لله. جابر بتاع الموبايلات شيكة تميلة عارفاه ماله؟ عايز اجيبهولك. اعمل بيه ايه؟ الواد ده مجنون. انا هجيب لك العائل برضه تعملي بيه ايه؟ ما احنا عارفين انه مجنون عايز يخلف. طب وانا هعمل له ايه؟ لا اله الا الله. هتعملي له عمليه جراحيه. هو ايه اللي هتعملي له ايه؟ هتوصفي له وصفه ولا تقولي له حاجه عشان يخلف؟ خلاص ابعتهولي وانا اقول له على وصفه يقولها لمراته اخليها تقلب ارنبه على طول. هو ده. يلا لما اقوم بقى الحق العشاء. بالمره قلبي في نسوان الحته. حكم الشغل مريح معانا اول يومين دول. انا بفكر اعتزل. يا اخويا على ايه؟ ما انا داخله اصلي اهو. توفيق. كرمنا يا رب. سبع الساعة 8 اهو. يعني انا راجل ملتزم وجاي قبل ميعاد التمرين. فين اللعيبه بقى؟ عم الرايس، يا عم الغفير، يا خاله الغساله، فين اللعيبه؟ ايه يا كوتش؟ شربوا حجرين وانسجموا وماتوا. هو انا ماضي مع الشرقيه للدخان؟ ماشي يا عم اشربوا كيف زي ما هم عايزين. مشوا ليه؟ محدش قال لهم ان في تدريب يا كوتش. ازاي بس يا عم مبروك؟ احنا داخلين على دور المناطق، يعني التمرين كل يوم. في ثلاثة لعيبة جامدين قوي نايمين في أوضة المدير. ثلاثة ثلاثة ما يجراش حاجة. طب ودول إيه اللي منيمهم؟ خش صحيهم. أصحيهم إزاي يا كوتش؟ الهدوم لسه مبلولة، هتدربهم على الناشف؟ ماشي يا عم، هدربهم على الناشف راضي باللي يجي، بس لا حد أدربه، خش صحيهم. مفيش كورة، هتدربهم إزاي من غير كورة؟ يا عم مبروك، يعني أنا أجيبها لك من هنا؟ تلفها لي من هنا؟ هدربهم ببالونة يا عم. والله العظيم يا كوتش أنا عايز أخدمك، عايز أخدمك. بقولك إيه؟ قرصت لك حجرين معسل وكوباية شاي الصعيد بكن تدعيلي عليها؟ ها؟ قرصت لي حجرين معسل كمان معسل بس؟ وكوباية شاي بكن. ماشي يا عم مبروك. عينيا ليك يا كوتش. يا رب. ولا حظ عامل فيا كده ليه؟ ايه الواد اللي انت واخده تصالح بيه مراتك ده؟ واخد كرتونه زيت؟ هو كده تمامهم ان كان عاجبهم، وعن انا رايح اصالحكم زليزه رايس. هو كده ان كان عاجبهم حلو قوي عليهم. يعني يا واد يا روح ازوركم اوسخ زيركم، يا روح مجيلكم. ايه الامثال دي؟ احنا مش هنخلص بقى من قصه الامثال اللي انت كل يوم والتاني تطلعي لي بواحد جديد دي؟ بعدين ما انت اللي ملبساني فيهم ومجوزها لي. كنت فاكره تحت الفرخه بيت. تحت. هي مش كانت تحت القبة شيخ ولا غيرها وما حدش قال لي؟ لا ما الكلام ده قبل الفراخ ما تغلى. أيوة صح. طب يلا بقى عشان هبيض منك. يلا تعالى ادخل ربنا يهديك. جايين يابا زي ما قلت لك بقى عززني، يعني عايزك ترفع مني من راسي. قولي له النبي ياما وصي عليا. أنا لا هعززك ولا حنيلك. يعني أنت يا أختي عاجبك قعدتك في البيت كده؟ آه على طول موتش راسنا كده. اسكت انت خالص. بنت يا ساميه ادخلي انت جوه وانت قومي افتحي وانا هنام. ماشي بس زي ما قلت لك عززني. ها امشي بقى. يا اهلا وعليكم. عليكم السلام. اتفضلي اتفضلي يا سعديه يا اختي. وشك ولا القمر؟ بقالك زمن ما حدش شايف. والنبي كل يوم في السيره وكل يوم عندك بالبق. بس انت عارفه بقى الفرن ورمضان. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. هو عم عفيفي مات ولا ايه؟ ايه يعني نايم ولا ماله؟ اه اصله خالع درسه واخد حقنه البنج في شفته. في شفته؟ واخد بنج في شفته؟ اه ازاي يعني؟ والله ما انا عارفه. اصحى يا ابو ساميه.
قوم بقى يا راجل، جمال هنا هو وامه. اختي عيب كده، عيب قوي كده. هو نايم ولا بيتخانق اصلا؟ عارفه. اصحى يا ابو ساميه، قوم بقى، ما ينفعش كده، جمال جوز بنتك هنا يا راجل. خلاص خلاص، سيبيه سيبيه نايم، واضح ان هو معاه خناقه كبيره، سيبيه نايم بقى هو، عشان ايه؟ سيبيه نايم. الله اكبر الله اكبر. ايه ده يا جمال يا اخي؟ في حد يصحى حد نام بالطريقه دي؟ الواد زي العسل. معلش معلش، بيهزر معاك بيهزر معاك يا ابو ساميه. زار دمه تقيل. بقى اسمع بقى يا حاج، بقى خير في سلامه وسلامه في خير، احنا جايين ناخد ساميه تروح بيتها. بقول لك ايه، ساميه مش هتروح بيتها، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، وكل واحد يروح لحاله. ايه الكلام ده يا ابو ساميه؟ بقول لك ايه، انا بنتي ما تتضربش في بيت جوزها. تتضرب؟ تتضرب يا عم، انا ما جيتش جنبها، ما مديتش ايدي عليها وربنا. ايه يعني هي هتكذب يا ساميه؟ يا بنت يا ساميه. نعم يابا. هو مش جمال ضربك؟ لا يابا، انا ما حدش ضربني. انت جبت الكلام ده منين؟ ايوه بس لازم الراجل من دولا يصرف على مراته وعلى ابنه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم عفيف؟ انت مفهمه ايه لابوك يا بنت؟ والمصحف ما فهمته حاجه. انا قلت لك يابا، طلعت من لساني كده ان جمال ما بيصرفش عليا انا وابني؟ هو في حد بيصرف على مراته وابنه زي جمال؟ امال يا بنت الكلب سبت بيتك وقعده لي هنا ليه؟ انا بقى هرسيك يابا على الفوله. جمال اللي قدامك ده زعلان عشان خاطر انا حامل. ما انا لا زعلان ولا متنيل، خلاص انا هتصرف في القصه الحزينه دي. خلاص بص يا بنت الناس، انا بقول لك اهو قدام اهلك، خش لم هدومك ويلا على بيتك، ويا دار ما دخلك شر. ايوه اسمعي كلام جوزك يا ساميه، علشان خاطر عيونك انت بس يا ماما. يلا يا بنت تلحلاحي. خلاص يابا، اعتبرني خلاص حضرت الشنطه. شوف اخويا البيت. ازيك يا معلمة سمير؟ اهلا يا جميلة. ازيك يا حبيبتي؟ ده ايه ده؟ ديت صينية الفطار. دي جميلة ياما مرات عند. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا حاجة، تعيش بخير. ومستعجلة ليه يا حبيبتي؟ ما كان عنتر ينزلها بكرة، تتعبي نفسك ليه؟ يعني قلت بقى انزل بدل ما انا قاعدة كده على السطح طول اليوم لوحدي، انت ماشي رجلي شوية. طب انزلي اقعدي معانا على الفطار، في عود وغنى وكورة، ولا انت مالكيش في الكلام ده؟ لا ليه. حاضر هنزل لكم عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي، نورتي. والنبي بنت زي القمر ياما، والواد مقعده في علبه كبريت فوق السطح. ما هو غلبان برضه يا سمير. ده غلبان ده ولا عند؟ نعمين نعمين يا معلم. انت يا واد رامي مراتك طول اليوم في الاوضه لوحدها فوق السطوح ليه؟ البنت كده هتتخني. وانا اعمل لها ايه يعني يا معلم؟ يا ابني السطح مليان فلان وتعابين. يعني هي كانت عايشه في فيلا؟ ما كانت قاعده قبل كده في بيت نص طين ونص ما اتبناش اصلا. يعني كانت قاعده على الهوا. انت مصيبه. المهم هي مبسوطه؟ لا يا معلمه مش مبسوطه، عندنا مشاكل. يا عنتر المشاكل اللي حلها فلوس ما تبقاش مشاكل. روح يلا شوف الزباين. أوامر. ودهبل ياما والله. حلو عليك اللون ده قوي يا امان. والنبي انتي اللي بتفهمي يا بنتي عبير، اكيد جوزك بيحبه. جابر اكن جابر بياخد باله من الالوان ومن الروج والحاجات دي. والنبي اسكتي، جابر يا حبيبتي ما بياخدش باله الا من ده. معقوله يا اختي؟ ايوه يا اختي معقوله. ايوه تعالي يا امان. عايزه مساء الخير يا عبير. مساء الخير يا جابر. بقول لك ايه؟ مد ايدك في ظرفة هدومي اللي في الدولاب، هتلاقي 10,000 جنيه هاتيهم. ايوه بس هما ناقصين 5,000. ناقصين خمسة ايه؟ الله، بقول لك ناقصين 5,000. طب وبعدين؟ الراجل الموزع اللي بيديني كروت عايز فلوس، اقول له ايه؟ ما دام صرفتهم، صرفت 5,000 جنيه في ايه يا مان؟ وطي حسك لما البت تمشي بقى، بقول لك صرفتهم في ايه؟ ماشي، حسابك بعدين. امشي نجري هذه الفلوس. احنا انت نهارك اسود. 5,000 جنيه صرفتي في 5,000 جنيه في الله حرك يا بنت. يلا بقى خلاص وتعالي. غريب. ادي شويه.
حسابنا بعدين. انت ابوكي عاش ومات ما صرفش نصهم. بس ما تجيبش سيره ابوك. اوعي. ايه يا اختي في ايه؟ هو كان بيزعق لك ليه؟ لا هو لسه كده ما بيزعقش، لكن بعد شويه هيزعق ويتخانق ويعمل مشكله كبيره قوي. ربنا يستر عليكي. مكيجي مكيجي. انتي عايزه اكل بقى حاجه، زهقت خلاص. جاتش ليه بنت المفلته دي لحد دلوقتي؟ ميعاد اللايف قرب. لا اله الا الله. ايوه يا اما كلمي البت سامي وقولي لها عندنا لايف دلوقتي، خليها تيجي بسرعه، هي عارفه الميعاد وعارفه المكان. بتكلمها انت يا جمال، انتوا مش اصطلحتوا؟ اكلمها لك انا ليه؟ لا اله الا الله، يعني هو عنده وخلاص؟ طب قولي لها لو ما جاتش انا هفتح اللايف وهطلع لايف لوحدي، تمام؟ وتبقى تشوف بقى هي هتعمل ايه. ماشي هبعتها لك على طول. ماشي اقفل بقى. ماشي يا اما ماشي. ده انا هطين عيشة اللي جابوها. ماشي سلام سلام سلام. بيقولك مش طايقها صح؟ ما تكدبيش عليا. شوف البيت ما تعقليها يا زيزي. يا بنت هو مش رحلك لغاية بيت ابوكي وصالحك؟ ما تلايميها بنت وتخليكي ست لونة كده وتصلحي امور بيتك. الله صلحني ايه بس يا ابله؟ ده ما كلمنيش كلمة واحدة ودخلنا في سنة. طب يا اختي اهو قاعد مستنيكي هناك، روحي. انا بس نفسي افهم هنطلع مع بعض اللايف ازاي وهو مش طايق يبص في وشي؟ امال كان صالحني ليه؟ يا بنت استهدي بالله كده، الرجاله يا اختي عاملين زي العيال الصغيره عايزين مداديه. امي كده يا حبيبتي صلي على النبي وروحي له وانت هتشوفي هيعاملك ازاي. يلا عليه الصلاه والسلام. ماشي يا ابله انا هسمع كلامي. بقول لكم ايه، اتفرجوا بقى كده على اللايف بس ادعوا لي بقى ما نمسكش في بعض، لحسن ده فضحي. هيطلع زي الفل يا اختي. بس انت عارفه عصبي. والنبي يا اختي القطايف عيني هتطلع عليها، بس كل مره اعملها العيال تسيبها لغايه ما تنشف وارميها. لا بس بردك هتاخدي طبق. هي خد خدي بقى. ايه؟ جبت لك العبايه دي ابقي قيسيها لما تروحي البيت. يا لهوي ايه ده يا زيزي؟ دي لونها فاقع قوي. والله العظيم انا ولا كان يخطر على بالي ان بعد المرحوم البس حاجه غير الاسود. الف رحمه ونور عليك يا غالي، الف رحمه ونور عليك يا غالي. خلاص بقى ماشي ماشي. وانتي بقى حسابك ايه؟ قبل ما اقول لك على الحساب عندي ليكي نمايه. استغفر الله العظيم قولي. مش سعاد سلفتك جت طلبت عبايه مدندشه زي اللي انتي خدتيها مني؟ اللي هي شافتك بيها فين؟ كانوا بيفطروا عندنا وعينها كانت هتطلع على العبايه، بس ما سكتش، قلت لها ان انا جايباها من عند زيزي. والنبي جدع. بس يا اختي طيبه. غلبانه وطيبه واللي في قلبها على لسانها، ده احنا اخوات شقايق. حبيبتي حبيبتي يعني. السلام عليكم. يا جابر جابر. ايوه اهلا. بس الكل عليا. النبي يا جابر عايزه ب 3 جنيه مخل. ب 3 جنيه ونازله بنفسي؟ طب وليه كده؟ ما كنت وقفتي في البلكونه ناديتي عليا وانا طلعت لك الطلب بنفسي لحد باب البيت. ان شاء الله تسلم يا اخويا. عيد ولا احلى كيس مشكل يا ست ام ولاء. بقول لك ايه يا جابر؟ امورين. هو انت فاكر موضوع الفيديوهات بتاعتي اللي على النت؟ اه ايه غيرت رايك؟ اصلا فكرت في الكلام اللي انت قلته لي، لقيت ان عندك حق. عين العقل ويا زين ما فكرتي. اه بس الراجل بتاعك ده مضمون هيعرف يشيلهم يعني ولا اي كلام؟ يشيلهم؟ ده يشيلهم ويشيل ابوهم، ده واد ابن عفاريه تساليني انا. طب الهي ربنا يستر عليك عشان خاطري، كلموني بقى خلينا نخلص الموضوع ده بدري بدري. غالي غالي والطلب رخيص. حالا. الو ايه يا ابو الصحاب؟ اخبارك انت ايه يا غالي؟
بقول لك ايه، عايزك في مصلحة كده. كان في شوية فيديوهات كده عايزين نشيلهم من على النت. لا دي واحدة كانت بترقص، استغفر الله العظيم. كم؟ مش بتقول عايز كم؟ يا سيدي مش هنختلف، شيلهم انت بس ومالكش دعوة. عين. اكلمك تاني. يلا يلا رمضان كريم. سلام. تمام يا ست الكل، هو كان طالب 1000 بس احنا هنديله 500 زي ما قلت لك. مش مشكلة، مش مهم يعني موضوع الفلوس، انا هوفرها لك بكرة، بس عشان خاطر إلهي يستر عليه، خليه يتأكد بس ان هو شالهم كلهم ما يسيبش ولا واحد. عليا، ده انا بنفسي هقعد على ايده واتأكد انه شالهم واحد واحد. تشكر. طب يلا بقى. يلا ايه؟ عايز المخلل عشان امشي. المشكل يا ابني بتاع ست ام ولا خلص؟ ألف أنا وشيف. تشكر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حسن تعال خش. هو صاحي. حسن تعال تعال اقعد، عامل لنا شاي صباح. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ يا عم قول السلام عليكم، يا عم قول حاجة يا عم. أنا جاي أطمن عليك. لقيتك قفشت أول ما شفت الهشكة راكبة مع هيثم العربية. ولا ما تقولش عليها كده تاني. أنت فاهم؟ دي سناء بنت عمي. لا يا راجل، هي دي سناء بنت عمك اللي هي اللي انت قلت لي عليها؟ هي للاسف. انا مش فاهم حاجه. بقول لك ايه، بقول لك انا فهمي على قدي بالراحه كده، فهمني. انا وهي احلامنا واحده، بس كل واحد فينا عاوز يحقق حلمه بعيد عن التاني، وانا مبسوط لها. مبسوط ان هي عايزه تحقق حلمها مع هيثم ده يعني، وانا كمان المفروض احقق حلمي مع غيرها. ليه لا؟ طب انت ليه اتضايقت لما شفتها راكبه مع هيثم العربيه؟ انا مش عارف المفروض اتضايق ولا ما اتضايقش يعني. خلي بالك سنة دي بميت راجل، ما تخافش عليها. بس انا اتضايقت لما شفتها راكبه معاهم خارجين من البوابه، وانا واقف لهم كده بواب. يعني هيقولي بواب؟ يا عم احنا مش بوابين، احنا سكورتي. يا عم سكورتي، انسى بقى حوار البواب ده. ماشي هنسى، احاول انسى. طب بقول لك ايه، هو انت بتحب سناء بنت عمك ولا بتحب امل؟ امل؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ ايه امل دي ممكن تحبني؟ ايوه يا عم بتحبك يا عم. في ايه؟ انا طول النهار اشوفها وهي بتبص عليك وهي رايحه وهي جايه بالعربيه وتقعد تبص لك بصات كده. انا عارفها دي، بصات الحب دي انا عارفها. لا يا راجل، انت بتشوفها بجد وهي بتبص لي كده بصات حب؟ ايه ده انا اخوك، هقول لك على الصح وانا هدلك بتحبك. وانت ناويه تعملي ايه يا مدوخاني؟ مش عارفه، عماله اتصل بيه ما بيردش عليا كاني قتلته. بص يا سناء، شهاده حق، انت عارفه انا واحده حقانيه. موقف ده بايخ جدا. هي ناقصاكي؟ ناقصه هي تأنيب ضمير؟ طب خلاص، بصي انت كلميه ولو ما ردش عليكي ابعتي له رساله. رد يا بايخ رد. يوسف عايز ايه؟ موبايلك عمال يرن. انت مالك انت؟ تليفون انا ومش عايز ارد عليه، بتدخلي ليه؟ بالراحه يا عمي، في ايه مالك؟ وايه اصله ده؟ ده غريب قوي. طب جات لك رساله؟ جربت تفضلي عدالي كده؟ ما تروحي تنيلي تشوفي لك حاجه تعمليها. هو ايه اصله ده؟ في ايه يا يوسف؟ انت من امبارح بتخانق دبان وشك، مالك؟ اتكلي على الله مالكيش دعوه. يلا ماشي يا يوسف، ده الحق عليا ان انا عايزه مصلحتك، والله ما انا قايله لك حاجه تاني. طب مش هترد على الرساله؟ دي سناء على فكره. والنبي سناء انا مش عايز اتكلم في حاجه. وعلى العموم انتوا معزومين عندنا النهارده. ممكن ساعتها نتكلم لو عندك كلام. سلام. الطلب بيت وبيت 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 وبيت.
اموت. ايه يا عم مالك؟ في ايه؟ اموت اموت يا علينا اموت. مالك بس؟ اذا رجعت اخيرها معايا يا علينا. ما تقولش كده بس، قوم تعالى اوديك المستشفى. انا قادر اتحرك. يا نهار اسود، انت وقع. مش هقول لك جابت اخيرها معايا يا وليد. انت رحت للدكتور؟ رحت رحت كتبت رشد. طب استنى اعمل لك كمان عشان السكونه دي تروح. لسه الدكتور قال لك تحاليل واشعات. ربنا يستر يا وليد، ربنا يستر. خد يا وليد، خد ظروف الرشد دي بس منك. هو مش تاخر عليه. استنى استنى بيجي. خد فلوس يا وليد. معايا معايا بس هاخدهم منك. عيني يا وليد، نفسي حنين سعد امك والله. ماما ماما بس يا واد، في ايه؟ ابوك لسه داخل لي قايل مالك؟ خميس تعبان فوق وبيفرفر. يا مسبتي ازاي؟ امتى ده حصل؟ معرفش انا، هو مرمي عندكم فوق تعبان ومولع، رايح اجيب له شويه ادويه. طب روح على بال ما اطلع اشوف ماله. معاك فلوس يا واد؟ معايا، بس على فكره هاخدهم منه. خلي بالك. امشي رضا، بنتي يا رضا تعالي هنا. ايه يا ماما؟ حطي حاجه على راسك عشان هنطلع نشوف خميس. ليه بقى ان شاء الله؟ نطلع ننيله ايه؟ لا طبعا. الواد تعبان قوي. يلا، اصلا انا امبارح اديت له جامد قوي. وهو ده بيحس بجلده تخين. سيبك. تيجي بيعمل الشويتين دول بس عشان يصالحني. لا يا اختي، اخوكي لسه نازل من عنده وبيقول لي ان هو جدته قايده نار. يلا يا بنتي يلا يلا يا حبيبتي، ما تتنحيش كده. خميس. يا خميس. هنا يا حمادي تعالي. ايه يا خميس؟ مالك فيك ايه؟ ايه اللي جرالك؟ اموت يا حمادي. تموت؟ بعد الشر عليك. ايه اللي حصل خلاك تبقى تعبان قوي كده؟ الحمد لله الحمد لله اللي حيت اشوفك قبل ما اموت. حبي بعد الشر عليك. ما تقولش كده، هتبقى كويس وزي الفل، بس لازم تفطر. لا لا لا، الا الموضوع ده بالذات، انا موضوع الفطار ده عمري ما عملته في حياتي. انت عبيط يا ابني، لازم تفطر، انت عيان. روح يا رضا اعملي له شويه شوربه خضار. يلا. لا مش عايز اتعبكم والله معايا حماتي. تعب ايه بس، خليك انت، انا هنزل اعمل له شوربه الخضار. خلي بالك عليه. سلامتك. اموت حبي. بعد الشر عليك يا خميس، ما تقولش كده. انا مش خايف من موت حبي، انا بس مش عايزه اموت وانت زعلانه مني. خلاص مش زعلانه، بس انت تبطل تستهبل. شوف لما بتستهبل ربنا بيزعل منك وبيحصل فيك ايه. يعني كل ده عشان بوزه؟ ده اي اتنين بيحبوا بعض ممكن يبقى في بينهم كده، وانت مش عايزه يبقى في بينا ذكريات يا حبي. لا عايزه، بس اول يوم جواز، قبل كده لا. مالك في ايه؟ ليك عامل عامله؟ خش بس يا جدو. ايه؟ امي بتدور عليا. بتدور عليك ليه؟ ليك عامل عامله سودة ومهبد. اصل هي عاوزاني اصوم وانا مش قادر، قلت اجي وكل البسكوته جنبك. تاكل يا جدو؟ اكل ايه يا غبي؟ ما انت غبي زي ابوك، جالس خبى جنبنا. مش احنا اتفقنا وانك انت كبرت ولازم تعود تصوم بقى؟ ما انا بصوم يا جدو لحد الظهر. صحيح؟ طيب لو انت بقى عايز تبقى فارس وجدع بجد، زود كل يوم ساعه، على اخر رمضان هتبقى بتصوم زينا بالظبط. انا بصوم بس بشرب بس. بشرب بس؟ ما هو بتشرب برضه بتفطر. الصيام لا اكل ولا شرب، ولو عايز تفطر ومانتش قادر ما تستخباش من حد، قول لمامتك انا تعبان وعايز افطر. يعني افطر يا جدو؟ انت اكلت من البسكوت ده ولا ما اكلتش؟ اكلت. اكلت؟ طب خلاص، ما دام اكلت يبقى فطرت، كمل بقى كل. ايه جدو قال لي افطر؟ ولا جدو قال لي افطر؟ ولا. وهو العليم الحكيم. ماهر
خد يا اخويا 15000 جنيه اهو. 15000 جنيه؟ 15000 جنيه جبتهم منين دول يا مودي؟ بعت الغوشتين والحلق المركون. معقولة نادية؟ هانوا عليك حتتين الدهب اللي كنت شايلهم. يعني انت عايزني استنى لما ياخدوا منك البيت والمحل؟ مسيح الحي انا معارف اعمل ايه؟ انا خلاص دماغي اتشلت. خدي خدي حطيهم جوه، انا هروح لحبيب اخويا في البلد يديني قرشين. حبيب اخوك غلبان وعياله كتير وعنده مصاريف. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ربنا هيدبر، هتتحل.